متابعة. ينضم إلينا من القاهرة الدكتور مجدي نزيه، رئيس قسم وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية. دكتور مجدي، أهلا ومرحبا بك. بداية، هذه الدراسة جاءت بنتائج جديدة وربما عكس ما هو معروف عن مخاطر تناول الكربوهيدرات بكميات كبيرة. إذا كيف يمكن أن نقرأ هذا أولا؟ أهلا بحضرتك. بالفعل التوصيات العلمية وضحت أن لابد أن الوجبة الغذائية يكون فيها تقريبا من 55 إلى 65% من إجمالي سعراتها من المواد النشوية أو الكربوهيدرات بوجه عام، والبروتينات نسبة تقريبا 15% والدهون النسبة الباقية. ومما هو جدير بالذكر أن هذا النموذج هو يعتبر النموذج، غير أنه هو صحي، يعتبر هو نموذج الوجبات الغذائية المتوسطية أو النمط الغذائي المتوسطي، أي دول حوض البحر الأبيض المتوسط. نعم. عايزين نقول إن خفض استهلاك الكربوهيدرات صحيح هيقلل لي استهلاك السعرات اللي أنا باخدها، ولكن بيركز لي البروتينات والدهون في غياب النشا، الأمر اللي بيعتبر سلبي جدا نمرة واحد على الكبد، ثانيا بيزيد الاحتمالية من الإصابة بالأورام لتركيز السموم داخل الجسم من النسب المرتفعة من البروتينات والدهون. وعلشان كده لابد من التوازنية، ليس تكامل الوجبة فقط، ولكن الدراسات وضحت نعم أن هذا أيضا التوازن مطلوب جداً دكتور مجدي. ولكن كما تعلم تماما، الأطفال اليوم يحبون كثيرا البيتزا والبطاطس وأيضا كل المأكولات فيها كربوهيدرات. كيف يمكن أن نغير هذا النظام للأطفال؟ تمام، أشكر حضرتك على هذا الطرح. الوجبات الغذائية للأطفال لابد أنها تكون 4 وجبات في مواعيد ثابتة، بين كل وجبة والتانية 5 ساعات. بين المواعيد بتاعت الوجبات ما تخشش أي حاجة في بق الطفل، ولذلك لابد إلى الرجوع للنمط الغذائي الصحي جوه البيت بقيادة أحد الوالدين، وهو تثبيت مواعيد الوجبات. لا يقدم الغذاء للطفل إلا في ميعاد ثابت، ومتى جه هذا الميعاد بقدم له الوجبة اللي أنا شايف إنها صحية بالنسبة له، بغض النظر عن هو رغبته إيه. وأستطيع إن أنا في خلال الوقت اللي بين الوجبات إن أنا أقوم بتنمية نفسية تربوية معاه من خلال اللعبة أو من خلال أي مظهر آخر. وده اللي يرجعنا للأنماط الغذائية اللي كانت في العصور العقاد اللي قبل كده، هوت ما كانش فيه لا بطاطس مقلية. نعم، ولكن ولا كل في هذا التوقيت منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ومنتشر الآن أنواع من وأساليب مختلفة من التغذية، وأنواع ليست موجودة حاليا بالأسواق في الدول العربية، وهي كلها من نعتبرها مستوردة إذا جاز التعبير، وليست يعني ليست منشأة محليا، ولكنها مكلفة جدا. إذا أراد أحد أن يقوم بتغيير هذا طبيعة الغذاء سيكون مكلف جدا، وخاصة في الدول العربية. إذن كيف يمكن أن نجعل هذا التوازن؟ حضرتك تمام، الوجبة الغذائية الصحية هي غير مكلفة إطلاقا. علنا نعلم أن الوجبة الغذائية المثالية هي اللي أنا أتناولها من جوه من المتاح عندي في البيت، ولكن بطريقة تتركب ثلاثية الأبعاد، فيها حاجة لمنح الطاقة وهي النشويات من اللي موجود، منها الخبز، الخبز مصدر للنشا، منها البروتينات، أي حاجة من المتاحة عندي كبروتين من أول البضاية لحد التركي وهكذا، مرورا باللحوم والبقول، ثم طبق السلطة الخضراء خماسي الألوان. أقدر أنا أركب الوجبة بالشكل ده حسب المتاح لدي. حسن الغذاء ليس في غلو تمنه، ولكن في حسن اختياره. فقط علي أن أنا أركب الوجبة مصدر لمنح الطاقة وهو النشويات المتاحة، مصدر للبناء وهو البروتين أيضا المتاح عندي، ثم
طبق الوقاية والمناعة نعم. والمقاومة، وهو الخضروات التي تؤكل طازجة. دكتور مجدي نزيه، رئيس قسم وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.